البداية اخترنا ان البداية مع حضراتكم ومع نجمنا تكون من هنا من استاد التتش، المكان اللي شاهد مولد نجوم واساطير حققت نجاحات كبيرة جدا في عالم الرياضة وفي عالم كرة القدم المصرية وبشكل خاص مع النادي الاهلي. من المدرجات القديمة الى المدرجات الجديدة تعاقبت وتواصلت اجيال وبتستمر وتتواصل قصص النجاح اللي احنا دائما ابدا حريصين على تقديمها لحضراتكم ما بين الماضي والحاضر والمستقبل اللي هيكون على نفس المستوى وافضل ان شاء الله. النهاردة بنسعد مع حضراتكم على شاشة قناة الاهلي ومن خلال الاهلي يحاور بوجود نجمنا واحد من نجوم ومن اساطير النادي الاهلي وكرة القدم في مصر وفي العالم العربي، حارس المرمى العملاق والمستشار السياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات الكابتن مروان كنفي. كابتن مروان كنفاني نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق وأيضا المستشار السياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات، أهلا بحضرتك وسعداء جدا بوجودك معنا في بيتك وعلى شاشة قناة النادي الأهلي. أهلا وسهلا، أنا أشكرك، هذا أول لقاء لي يعني طويل على قناة النادي الأهلي، وأنا عاوز أشكر قناة الأهلي وأشكرك على هذه المناسبة السعيدة بالنسبة لي. أنا عشت حياة متنوعة وأحيانا مؤلمة وشفت ناس كتير وعشت في بلاد كثيرة، وفي ذكريات مؤلمة في حياتي وصعبة، ولكن دائما أذكر النادي الأهلي وفترة حياتي في النادي في مصر بابتسامة كبيرة. يعني أجمل ما في سنوات الشباب كان هو ارتباطي الذي لم ينفصم مع النادي الأهلي. سنتحدث إن شاء الله مع حضرتك النهاردة، هنسمع ذكرياتك ورأيك وتحليلك لكل ما مريت بيه من خبرات في حياتك وما وصفته بأنه ذكريات مؤلمة والفترات اللي كان فيها نجاح ولحظات سعيدة اشتهوا منها. طبعا أن حضرتك خصيت بالذكر الحياة في مصر وفي النادي الأهلي، هنتكلم عن كل ده باستفاضة ونحاول نعرف مشاهدينا بكل ما يمكن أن يعرفوه عن نجمنا الكابتن مروان كنفاني. خلينا نبدأ مع حضرتك ومع السادة المشاهدين بهذا التقرير، تقرير خاص عن النجم مروان كنفاني، ثم نعود لنبدأ الحوار. مروان كنفاني هو أحد أهم وأشهر النجوم العرب الذين أثروا الحياة الرياضية في مصر. فلسطيني الجنسية، مصري الهوى، دفع نعرين الأهلي لسنوات طويلة ولا يزال حتى الآن يدافع عن أرض فلسطين الحبيبة. هو واحد من مشاهير حراسة المرمى في النادي الأهلي، انضم للقلعة الحمراء في وجود أساطير عديدة مثل عادل هيكل وعبد الجليل حميدة. لعب مروان الكرة لأول مرة في شوارع دمشق حيث كان يقيم ويدرس في سوريا، انضم لمنتخبات الجامعة السورية، وعند مشاركته في مباراة ودية بالقاهرة شاهده عبد البقال كشاف الأهلي الشهير ليقرر التعاقد معه، فسافر إلى سوريا لإقناع والده بانضمام مروان للأهلي. نجح في المهمة ليرتدي مروان الفانيلة الحمراء لمدة 10 سنوات كاملة من عام 1961 حتى عام 1971. خاض مروان أول مباراة له مع الأهلي بعد 3 أيام فقط من انضمامه للفريق نظرا لإصابة عادل هيكل. لعب بجوار أساطير أهلوية مثل صالح سليم، رفعت الفناجيلي، سعيد أبو النور، فؤاد أبو غيدة، طارق سليم، وميم الشربيني. حصل مروان على جنيه واحد كأول مكافأة يحصل عليها من الأهلي، لكن راتبه الشهري كان يبلغ 40 جنيها وهو مبلغ كبير في ذلك الوقت. كان مروان صديقا مقربا من المايسترو صالح سليم،
وبسببه عشق مروان أغاني الست أم كلثوم. قرر الحارس الفلسطيني اعتزال كرة القدم بعد مباراة القمة الشهيرة في 22 من ديسمبر عام 71، بعدما احتسب الحكم السكندري الديبا ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك لتثور الجماهير وتقتحم الملعب، ووقعت بعض الإصابات، اضطر مروان إلى مغادرة المستطيل الأخضر من بعدها دون رجعة. يرتبط مروان بعلاقة قوية للغاية مع الحارس الكبير عادل هيكل، لا ينسى اليوم الذي اصطحبه فيه صالح سليم ليشاهد لاعبا فذا بقطاع الناشئين اسمه محمود الخطيب. لا يزال مروان حريصا على زيارة النادي الأهلي باستمرار، يشعر داخله بالاطمئنان والحنين إلى الماضي. اليوم نحاور حارسا كبير أحب الأهلي فعشقته الجماهير. دايما مع اي نجم من نجوم الكره المصريه بشكل خاص طبعا نجوم النادي الاهلي، وجودنا في استاد التتش تحديدا بيبقى نقطه انطلاق للحوار. عايزين نعرف المكان ده يمثل ايه بالنسبه لك، بتحب تيجي هنا ولا لا لحد دلوقتي بصفه منتظمه ودوريه، ولحظات تذكرها عن اول مرات دخلت فيها واتمرنت وجريت في ملعب التتش؟ ما كانش الملعب يعني في المكان ده، كان الملعب أبعد كده، ما كانش المدرج ده ولا كان المدرج ده، كان في مدرج خشب وبعدين كان في مدرج صغير يعني سطرين أو حصل طبعا أن بني هذا المبنى المدرج وبعدين الآخر تعاون يعني تغير الموضوع، ولكن الملعب لا زال يعني أذكره أول مرة دخلته من سنوات طويلة. يعني إزاي إمتى وكانت إيه ظروف البداية اللي خلتك تدخل لأول مرة ملعب التتش؟ أول مرة جيت هنا مع المدرسة، أنا كنت في سوريا مع مدرسة إعدادي، كانوا عاملين منتخب المدارس الإعدادية وكنت الجون بتاعهم، وجيت على هنا كانش لسه الاستاد معمول بتاع. لعبنا ماتش هنا مع مش عارف مع مين يعني، مع ده فاول مره شفت المباراه ده، واول مره شفت عادل هيكل سنه يمكن 58 او 57، واصبحنا اصدقاء منذ ذلك التاريخ حتى اليوم. يعني انا باجي كل يوم، كل اسبوع سوري، كل اسبوع لثلاث مرات في التراك بمشي بمشي يعني، انت عارف الواحد لما بيكبر في العمر لازم يتحرك ولازم الرياضه بتبقى اذا جانب انه ما عندوش حاجه يعملها يعني فبيجي بيمشي لا طبعا، والارتباط كمان بالمكان وجدانيا وتاريخ ونجاحات، يعني مش بس البعد الخاص بالرياضه اكيد هي مهمه زي ما حضرتك قلت، لكن المكان له عندك ذكريات وقيمه صحيح. خاصه يعني. صحيح. مين اللي التفت الى انه وجود موهبه في حراسه المرمى، لاعب او حارس متميز اسمه مروان كنفاني، ازاي بدا الاتصال والسؤال عن هذا الحارس حتى ينضم للنادي الاهلي؟ انت عارف انا كنت بلعب في ابتديت اللعب في الشارع يعني انا وفؤاد ابو غيده الله يشفيه، ده صديق عمري يعني صار لي اعرفه يمكن 66 سنه، كنا في الشارع ولعب نلعب بالكوره شراب، وبعدين دخلنا المدرسه وصرنا يعني مشينا المشوار كله، وهو اللي الاساس انه جابني على مصر. انا كنت عايز اروح على المانيا، كان في نادي في برمن كان عارض علي اروح على المانيا، فؤاد جه هنا قبلي، بس اللي الناس شافوني في النادي الاهلي لما كنا في ايام الوحده نيجي نلعب الاقليم الاول الشمالي والاقليم الجنوبي، وانا كنت في منتخب سوريا وفي النادي الاهلي السوري الدمشقي يعني برضو اسمه النادي الاهلي،
فكنت اجي يعني اجي مصر نلعب وهذا، فشافوني كان في نادي في بريمن يعني نادي اخر ولا هو فيردر بريمن اللي احنا والله ما انا فاكر بس كان نادي في بريمن تحديدا. ما كنتش ايام ما اعرف انجليزي مش كنتش عارف بالتفصيل كل الانديه، لكن كان في فرصه في المانيا. انا لما دخلت الجيش الخدمه يعني كان عندنا ضابط مصري انا فاكره اسمه عبد الله حاجه عبد الله، كان دائما يقول لي لما تخلص الجيش عاوز اخذك نادي الزمالك. كنتش عارف انا ايام الزمالك واهلي فانا اتبسط جدا يعني اروح على القاهره وبعدين لما النادي الاهلي شافوني وطلبوني، وكان ايامها يعني الله يرحمه عبد الجليل كان جون هايل طبعا، كان يلعب في النادي الاهلي، وعادل هيكل كان طبعا نجمه في النادي الاهلي، مش عارف ليه هم قرروا يجيبوني انا يعني. فبعتوا الله يرحمه عبد المنعم البقال. عبد المنعم البقال كان الكشاف تقريبا، كان يعني كشاف الشعير، راجل محترم ويعني دائما اذكره بالخير. انا مرضت مره وحطوني في مستشفى لما كنت في الجيش، مستشفى الجيش، عبد البقال لم يتركني يوم. ما كنتش لسه ماضي على النادي الاهلي، لم يتركني ولا يوم اذا هو او زوجته تيجي تجيب الاكل واولاده ابنه الكبير. المهم في لما كنت في دمشق كان الضابط ده عاوز ياخدني على نادي الزمالك. لما جيت على لما اجى عبد المنعم بقال على دمشق سوريا عشان يكلم والدي، انت عارف انا كنت في السنه الاولى في الجامعه سنه 61 كنت سنه اولى في الجامعه، فقلت له لو ما تشوف والدي قول له انه مروان حيروح على النادي الاهلي وحيدخلوه في الجامعه، واحنا يعني قلت له قول انه الدراسه لن تتاثر، الدراسه اهم جدا في النادي الاهلي، ومش طبعا ما كانش صحيح الكلام ده. فلما ابوي عزمه على الغداء وبتاع رحنا قعدنا، قال له شوف اذا ابنك ما بينجحش في الجامعه وهذا مش عاوزينه. فابوي انبسط جدا انه يعني اطمئن ان في مصر هيكون في اهتمام بالدراسه بجانب الرياضه. ايوه وجيت لما خلصت الجيش اتسرحت من الجيش الفلسطيني اللي في سوريا يوم السبت، يوم الاحد جيت على القاهره، يوم الاثنين اتمرنت في الملعب ده. كانت المره اللي شافك فيها بعض المسؤولين في الاهلي وكلفوا الكابتن عبده البقال عده مرات الله مش مره واحده، عده مرات كانت من خلال مباريات يعني ايه المباريات اللي فاكرها؟ مباريات مثلا كنا احنا كنا الجيش الثاني، كان الجيش الاول ولا الجيش الاول مش عارف، والجيش الثاني مصر كانوا بيلعبوا دايما، وبعدين النادي الاهلي الدمشقي ويلعب هنا، بعدين منتخب المدارس، وبعدين منتخب الجامعات. انا كنت موجود من عده تجارب ثبتت رغبه النادي الاهلي في التعاقد معك. انا ما كنتش اعرف انه يعني ده، انما هم في تقريبا في شهر 2 او 3 ابريل 1961 بعتوا المرحوم عبد المنعم البقال وهذا، وجيت هنا على يوم البدايه والمشاركه. كيف حصلت على الفرصه وتمسكت بالفرصه لتصبح عنصر مؤثر وواحد من نجوم الفريق، بالرغم من ما اشرت له حضرتك منذ قليل ان دائما ابدا كان النادي الاهلي على مر الاجيال المتعاقبه عنده حراس متميزين، كيف وجدت لنفسك الفرصه بينهم؟ انا شخصيا لغايه الان مستغرب حصلت ازاي. يعني انا جيت يوم الاحد نزلت في مع فؤاد ابو غيده في فندق في شارع رمسيس، يوم الاثنين جينا تمرنا هنا، يوم الاربع كانوا بيعملوا مباراه تجريبيه الفريق الاحمر والفريق الابيض، الفريق الاحمر اللي هو حيلعب الفريق الاساسي والابيض اللي هو احتياط، فانا لعبوني مع الفريق البدلاء. يوم الجمعه قالوا لي انت حتلعب الماتش، كان اول ماتش يعني بعد 3 ايام ما جيت مع فريق اولمبي اسكندريه، جابوا فينا جول في الجول ده،
كان اسمه في لعيب مشهور جدا، يمكن كان اخر مباراه لعب معنا اسكندراني اسمه نسيت اسمه، مشهور افتكره يعني. غلبناهم 3-1 في الجون ده، جاب فيه يعني دخل فينا جول، وجون يعني هو كان عنده مراكات هائله في البدايه من كورنر، وقف الكرة على رجله وابتديت أنا مش عارف ليه دون الفرصة ما بوجود يعني. بعدين لعبت تاني أسبوع مع الترسانة مباراة هائلة، كانت الترسانة فريق جامد قوي جدا في الوقت الترسانة، والسيستم بتاع الكرة كان يعني أخطر على الجول كيبر من دلوقت. غلبناهم 1-0 في لان كان الهجوم كتير على حارس المرمى لان ما فيش تنظيم الدفاع. وساعتها ابتدت الناس تعرف مروان، يقولوا مروان بعد مباراه الترسانه، بعد الترسانه لانه كنت لعبت ماتش كويس. انت عارف مروان اسمه مش موجود في مصر، ما كانش موجود في مصر يعني لاسباب يعني مختلفه. فابتدت الناس يعني وابتدت يعني الناس تتعرف علي، ويعني اشياء ما كانش في حياتي كنت متوقع يعني. واروح الممثلين يكلموني ويقولوا تعال معانا ومش عارف يعني. اصبحت نجم من نجوم المجتمع في الوقت ده، كان نجوم الرياضه ونجوم الفن. كل ده موضوع انتهى في الماتش الثالث اللي لعبته مع نادي الاهلي، اتغلبنا 3-1 من الزمالك، وكان يعني زي يعني نكسة هائلة يعني. مش أنا السبب، بس هم لعبوا أحسن مننا وغلبونا 3-1، فأقصيت عن المشاركة. المشاركة عارف ازاي لفترة يعني بسيطة. حضرتك بتقول كل ده انتهى يعني، بدأ النجاح والشهرة، بدأ النجاح مباراة وقفت بقى الأمور، اجت النكسة الكروية وبعدين كملت. أنا لعبت النادي الأهلي 11 سنة تقريبا. بعد بقى الإقصاء اللي حصل بعد فوز الزمالك 3-1، أخدت وقت قد إيه علشان تعمل ريكفري، عشان ترجع تاني لمكانك؟ والله ما أكذب عليك مش فاكر، إنما يعني أنا في خلال 11 سنة أكتر جول كيفر لعب يعني. لعبت فترة شاركت في الفترة دي نسبة كبيرة جدا. عادل أنت عارف كان يعني لاعب متميز طبعا. وبعدين أحلى حاجة انه احنا الاثنين اصدقاء من سنه 61، واحنا الاثنين بنلعب ب يعني مركز واحد، عارف كيف؟ عمره ما اثر علينا. وبعدين جه الله يرحمه الروبي، كان جول كويس برضه. عمر ما حصل يعني منافسه غير شريفه في الموضوع او اثرت على العلاقات الانسانيه. ودائما كنا اصدقاء ولا زال. ربنا يشفي لعادل، هيك عادل صحته كويسه وكل حاجه، بشوفه كل اسبوع ولا زال زي ما هو يعني متفتح طبعا. الشخصيات الجميله كابتن عادل، والجمهور يعني بيحبها بشكل كبير. صحيح. كابتن مروان، الفتره دي ايه اللي فاكره عن كره القدم بمقاييس الوقت اللي شاركت فيه وكنت نجم من نجوم الفريق مقارنه بكره القدم التي تشاهدها الان؟ الفنيات كانت مختلفه ولا لا؟ الجوانب البدنيه ايه اللي فاكره اكتر عن فتره نجاحك مع النادي الاهلي؟ يعني شوف، انا عاوز اكون صريح معاك. اول حاجه الكره يعني السيستم بتاع فريق كره القدم من زمان كان ممل جدا. يعني انت كان ممكن انا امسك الكره واديها للباك يرجعها لي 90 دقيقه، هذا شيء يقول لي لان اللوائح ما بتمنعش ده. او مثلا لو في لعيب ينفرد في الجون برا الاريا واطلع له برا الاريا، ممكن امسكه ممكن اضربه فاول، مش زي دلوقتي. في اشياء كتير تغيرت. مثلا دلوقتي ما تقدرش ترجع الكره للجون، وبعدين واحد زي ما اللي كنت اعمله انا من زمان، دلوقتي كارت احمر واروح اقطع يطردوك. ده من ناحيه ان اصبحت ايجابيه اكثر كره القدم. اصبحت ايجابيه لانه اصبح التهديف فيها اسهل. يعني احنا من زمان كنا نلعب السيستم الدبل في ام اللي هو 3 و2 و5، فالثلاثة والاثنين الديفنس يعني في نص الملعب وفي الوسط. مثلا كان عندنا رفعت الفنجيلي من اعظم اللاعبين اللي شفتهم في حياتي يعني، ما كانش يرجع.
عارف ازاي، طه اسماعيل ربنا يديله الصحة عارف ازاي. فدايما الهجوم على الجول كيبر 5 فراودة و3 ديفنس او 4 ديفنس. دلوقتي ما فيش فريق ما بيلعبش بسبعة ديفنس، سبعة اذا ما كانش اكتر، زي النادي الاهلي طبعا مشهور في الحكايه دي دايما لاي من غير سبب. احنا 3 و2 و5 اللي حضرتك اشرت لها دي كخطه لعب، كانت الثلاثه هو خط الدفاع واثنين في الوسط وخمس مهاجمين بالظبط، فكان دايما عدد المهاجمين اكتر دايما عدد. لذلك كان مثلا لما نلعب ماتش يتشاط عليه او على اي جول كيبر 50 مرة 40 مرة. دلوقتي في احلى هجوم في الماتش كله يمكن كرتين ولا ثلاثة اللي تيجي في الجول والباقي كله. طب ما ده معناه انه ايامكم كانت الفرص اكتر، محاولات التهديف كانت الفرص أكتر. الجوال اكتر والديفنس اقل، وكان مهمة الجول كيبر اصعب من دلوقتي. انت عارف، عايز اقول لك حاجة، انا اول واحد يمكن في مصر من جول كيبرز اللي كنت يعني لما جيت يعني من سوريا، وهذا كنت العب برا الاريا يعني مش افضل يعني. كان في الجوان على ايامنا في انجلترا وفي البلاد العالم الجول كيبر بيبقى فتحت الثلاث خشبات شوطوا عليها انسجوه، كانش حد ينط من 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 على الكور العرضيه ولا كان يطلع برا. انا كنت شاطر في الحكايه دي انه اخرج على طول وتتحرك كتير وتتحرك ونط وبتاع. الجول كيبرز في الوقت اللي انا لعبت فيه كانت عالي مهمات اصعب. يعني كان عهد مختلف تماما عن العهد ده، يعني كان عهد ما كانش فيه يعني نظر لحكايه الفلوس. حضرتك بتتكلم انك مش مع الاراء اللي بتنتقد اللاعبين في الجيل الحالي وتقول انهم بقوا يعني طبعًا بيضعوا الامور الماديه قبل كل شيء. طبعا يعني اللاعب، طب انا عايز يعني فيها، هل كانوا المذيعين ياخدوا زي ما كانوا بياخدوا؟ هل كانوا اللي بيكتبوا في الجرايد اللي بينتهوا كانوا بياخدوا زي هذا؟ هل كان المدربين بياخدوا زي ايامنا؟ هي مقاييس الزمن ده مختلف. ليه احنا بنتكلم عن اللعيبه بينما كل اللي حوالي اللعيبه الحكام والصحفيين والمدربين كلهم ارتفعت؟ يعني هي سمه العصر. يعني انا من زمان ما كانش الواحد يفكر، انا كنت بكلم واحد من زملائك مره لعبنا في مع النادي الزمالك في الاستاد، تعرف كان جمهور كبير، وانا كان دخل المباراة كتبوا في الجرايد 20,000 جنيه أيامها، تعادلنا 1-1. كان يعني النادي الأهلي اللي لما نتعادل ناخد جنيه يعني في النقاط اللائحة المالية بتاعت الفريق. الفرقة اللي لعبت والاحتياطي كلهم خدوا 20 جنيه، دخل المباراة 20,000 جنيه، ادونا 20 جنيه ولا حد اعترض. 20 جنيه اللي هي جنيه لكل لاعب، كل لاعب، و75 قرش 75 قرش الاحتياطي عارف ازاي، كله 20 جنيه. لم ما فيش حد مثلا قال انه النادي دخلوا 20 جنيه دخلوا بيعطونا جنيه، وهذا ما كانش موضوع الفلوس والماده حد. ما هو ده بقى اللي بيرد على الراي اللي حضرتك قلته، ان بعض الناس بتشوف انه جزء من وجود عدم اهتمام او الاولويه بالامور الماديه انها ما كانتش كبيره قوي ايامكم، فكانت مخليه اللاعبين مرتبطه بانديتهم اكتر وبيحبوا انديتهم في جانب تاني انساني، مش بس الامر خاص بتعاقدات وقيمه ماديه وفلوس وانتقالات. فعشان كده بيقولوا ايامنا كان في حب اللعبه اكتر، ذا لاف اوف ذا جيم، اهتمام الناس، ارتباطهم بناديهم، ارتباطهم بالجماهير. دلوقتي اصبحت الامور ماديه بحته. انا شايف انه فرص النجاح للاعب في مصر دلوقتي اصعب كثير من الوقت اللي انا كنت بلعب فيه. صحيح انه كانت الدخول مش زي ما هو متوقع اذا حسبناها على الدخول اليوم يعني، بس ايامنا ايام زمان يعني. انا عايز اقول لك انه بوشكاش اعظم لعيب في العالم اتعاقد مع نادي ريال مدريد ب 10,000 دولار اعظم لاعب في تاريخ الكوره يعني. لا نستطيع ان نقارن عهدين بنفس القيم.
اليوم زي ما كان في تحدي من زمان فيما يتعلق بالمادة، اليوم في تحدي فيما يتعلق بالمشاركة. يعني ما في، انت عارف في لعيبة ممتازين في الأهلي وفي الزمالك وفي الإسماعيلي وفي أندية مصر ما بيلعبوش، لأنه حجم المنافسة بقى صعب جدا. ولازم تكون، وبعدين انت عارف في أوروبا وحتى في مصر لما النادي بيدفع فلوس بيدفع في شروط. يعني مثلا في أوروبا بالشروط بيقول لك لازم يلعب 80% من الماتشات، مش لازم يطرد من الملعب، مش يعني لازم يلعب مثلا، حتى القيمة في التعاقد في منها نسبة مقسمة على نسب المشاركة في المباريات. يعني ما هوش سهولة انه واحد مثلا بياخد مليون جنيه ويروح البيت. والأندية بقت زي ما حضرتك بتقول حريصة على ان البديل يبقى على مستوى اللاعب الأساسي طبعًا. فبتتعاقد طبعًا. مع نجوم ما لهمش مكان في التشكيل الأساسي أحيانا. الحياة الاجتماعية في مصر كانت من 40 سنة 50 سنة مختلفة عن الآن. يعني أنا كنت أخلص من الجامعة أجي النادي الأهلي، وهيروح فين؟ كلنا ساكنين هنا أو ساكنين حتى في مصر الجيمة سهلة كانت. اليوم صعبة الحياة طبعا، تقدرش تيجي كل يوم على النادي. إنما لما بتنظر بنظرة عامة النادي الأهلي نادي راسخ وماشي منذ قرن من الزمن في طريق النجاح، وهذا شيء يعني واحد يفتخر انه كان في يوم من الايام جزء منه. كابتن مروان، هل فريق كرة القدم الحالي ماشي على نفس النهج وبيحقق ومستمر في الحفاظ على مسيرة ناجحة بقالها عقود في النادي الأهلي؟ هل سعيد بفريق الكرة الحالي ونتائجه؟ يعني أنا بعتقد أنه النادي الأهلي أفضل فريق في مصر حقيقة، عنده لاعبين أساسيين وعنده لاعبين يعني مساعدين على نفس المستوى، وعنده مدرب كويس. يعني لو تشوف الأفرج بتاع المدرب بتاع النادي الأهلي تلاقيه من أفضل المدربين في مصر وفي غير مصر. ولكن تأثير هبوط الكرة في كل الأندية ليها أساس، وهو عدم وجود الجمهور. عدم وجود الجمهور، وأنا فاهم الأسباب اللي يعني الحكومة بتعمل هذا، وأرجو من الناس إنه المتفرجين يجوا يتمتعوا في الكرة، وفي يعني مجال آخر للاعتراض أو للسياسة أو هذا. إنما كرة القدم تحتاج إلى جمهور، الجمهور هو اللي بيخلي اللعيبة تبذل جهد أكتر زي كل العالم. بتشوف المباريات ملهاش طعم من غير جمهور، بتشوفها ناقصة يعني حاجة. يعني ممكن اخذ التعبير اللي انت حطيته. يعني انا حتى الان لما بتفرج بتلاقيني مش زي الاول لما تكون في المدرج وبتتفرج على الناس بتلعب. فانا ارجو انه نجد حل لهذا الموضوع، لانه هو ده اللي حي يعني. والموضوع الاخر هو انه السيستم اللي بنلعب فيه لازم يتغير للأفضل. يعني دائما مصر والأندية المصرية، وأنا لعبت، أنت عارف أنا لعبت في منتخب مصر مرات عديدة، المباريات الحبية يعني. أنا ما فيش يعني، أنا اللعيب اللي مش مصري الوحيد في اللي بقى يعني لعب مع منتخب مصر 5 مرات وبقى كابتن النادي الأهلي في 3 سنين، وليا صديق اسمه محمود علام بيضيف عليها بيقول لك واللي هو ومروان كان ثاني اول لاعب اوقف الدوري مرتين حصل مش انا يعني، بس انا اتهمت فيها يعني. فلذلك سيستم الديفنس
وانا علمت من حضرتك ان ده كان سبب للهجوم عليك من بعض الكتاب منهم الكاتب الراحل الكبير استاذ موسى صبري، وان كان في موقف كمان انحاز للكابتن مروان كنفاني من الرئيس الراحل انور السادات، وانه قالك انك ابن هذا الوطن وجزء من هذا الوطن، انك هتكمل مع النادي وتكمل الموسم وانه مش هتكون بتقابل اي مشكله. هو شوف احنا مرتين في اهلي وزمالك اوقف الدوري، مره في عام 66 في ملعب الزمالك ايام الرئيس المرحوم جمال عبد الناصر، وحصل انه الكره الوينج رايت الزمالك جري فيها، طلعت الكره بره الملعب، يطلع بجد يطلع متر ورفع الاوفر، محدش فينا طبعا، انا ما نطيتش، وهذا وقعت قدام اللاعب الزمالك النور عمر النور زقها في الجون، دخلت الجون. اعترضوا كل الناس، كل اللعيبه، يعني انا فاكر طه اسماعيل ويعني كل الناس، انا في عاده كان في عاده فيا امسك الكوره واحطها ورا ظهري كده، فطلعت الجرايد تاني يوم مصوريني من ورا البتاع والهذا، يقول لك مروان كنفاني ماسك الكوره ويمنع اللعب استئناف المباراه. وكان قرار في 66 الغي الدوري لغايه بعد حرب 73، لا لما جاء الرئيس انور السادات في بدايه السبعينات سنه 71 اوقف كمان مره برضه بنلعب مع الزمالك، وبرضه يعني انا كنت يعني انا بعتقد انه الكابتن الديبه وهو رجل مهذب جدا وحكم ممتاز، دي المباراه الشهيره اللي هي خاصه بضربه الجزاء للزمالك، انا احكي لك عليها بعدين اكيد هنتكلم عنها دي. يمكن هتكون النهارده احنا مهتمين تكون يعني مسك الختام للحوار لحظات عدم استمرارك في الملاعب، حتى حضرتك قلت لي انا ما عملتش مباراه اعتزال او مباراه تكريم لكن توقفت في مرحله ما بعد هذا اللقاء، هنتكلم عن اسبابه وهنتكلم عن ملابسات المباراه دي، لكن عايزين نتكلم شويه عن مسيره النادي الاهلي حاليا بعد نجاحات تحققت على مدار عقود. حضرتك قلت على مستوى كره القدم انا سعيد وراضي جدا عما يقدمه النادي الاهلي وهو افضل فريق في مصر حاليا وتراه من الافضل عالميا. ماذا عن توقعاتك وأمنياتك مع وجود المجلس الحالي بقيادة كابتن محمود الخطيب؟ ما الذي تتمناه وما هي المؤشرات التي تراها فيما أعلنوا عنه من مشروعات ومن سياسات عمل الفترة اللي جاية إن شاء الله؟ يعني طبعا الكابتن محمود لاعب مشهور ومعروف، أنا أعرفه هو شبل صغير، يعني أنا أول مرة شفته الكابتن صالح سليم قال لي تعال أوري لك في ولد، يعني اقصد يعني شاب صغير عنده بول كنترول هايل ولعيب، وهذا جينا على كان تمرين كانوا الاشبال بيتمرنوا وراهوني، كان يعني عنده تملك وملكه هائله. بعدين انا سافرت على امريكا وعلى هذا، ابني يعني حكم الكبير كان دائما يتكلم عنه ويبعث لي ومش عارف ايه ولا. النادي الاهلي عشان يعني اكون صادق، وانا يعني عاصرت اطلع 10 رؤساء للنادي، يعني كل من هؤلاء ومجلس الاداره اللي استعان به قدموا للنادي اشياء كثيره، يعني هذا ليس عمل شخص، والمجلس الحالي في شباب ممتازين، وفي محمود الكابتن محمود كويس وسوف يعمل اشياء جديده يعني للنادي الاهلي عظيمه، زي ما عمل الرئيس اللي قبله واللي قبله واللي قبله. انا بعتقد انه النادي الاهلي سوف يتقدم دائما لانه قائم على عمل جماعي، يعني النادي الاهلي طول عمره عمل جماعي. انا لما كان العب في النادي كان النادي تقريبا ما فيهوش حاجه، ولكن كان النادي الاهلي، يعني الان اختلفت الظروف ولكن فضل النادي الاهلي، اللعيبه بتحبه، الاداريين مهره، الجمهور يفتخر فيه. فانا اعتقد ليس امام النادي الاهلي الا النجاح،
وان شاء الله لما الامور بتتحسن وما يبقى في جمهور هتشوف النادي الاهلي ازاي يختلف، مش بس الاهلي، كل انديه مصر ازاي هيختلفوا في وجود الجمهور والحماس، ويرتفع مستوى ليس فقط الانديه بل المنتخب. المنتخب نتيجه لذلك اكيد. سنتحدث عن منتخب مصر، خلونا مشاهدينا نتوقف مع فاصل قصير ونعود لاستكمال الحوار ونعرف راي الكابتن مروان كنفاني نجم الكره المصريه والنادي الاهلي سابقا في فرص منتخب مصر بعد ان تاهل لنهائيات كاس العالم في روسيا هذا العام، وايضا رايه في النتائج وشكل الاداء ومؤشرات الاداء في المباريات الوديه الاخيره وشغل الجهاز الفني بقياده الارجنتيني هكتور كوبر المدير الفني خلال المرحله الماضيه على مستوى المباريات الرسميه والوديه. هنتابع مع حضراتكم هذا التقرير ونعود لاستئناف الحوار. الحقيقه انا لما احب افتكر مروان افتكر له ماتش كان الاهلي بيلعب مع المصري وكان في ملعبنا هنا في التتش، والحقيقه كنا احنا تقريبا الماتش كان 0-0 وفي جت هجمه على النادي الاهلي جون، يعني ما حدش اي واحد يعني واحد واحد يبقوا اتنين من المدرجات، يعني انا شخصيا حطيت ايدي على وشي يعني، وطلعها مروان بمعجزه فقلبت ورجعت، وهي راجعه بقى راجعه بطريقه راحت الفناجيلي. فالفناجيلي مسكها لعيبه بكره طويله، صالح سليم قاعد على الارض وراح لعيبه بدماغه. في الوقت ده الله يمسيه بالخير بدوي او الله يرحمه اللي كان توفى وشاهين بتاع النادي المصري انا فاكره، من نرفزته قطع الفانيلا. الا شفته ده، انا شفته كمان يعني. ده مروان يعني حبيبي، وانا اصلي يعني عضو في النادي الاهلي من سنه 46 وحضرت مروان من اوله يعني. وهو راجل يعني كان جول كيبر يعني لا يعلى عليه يعني هو عادل هيكل، وهو على فكره من اصحاب عادل هيكل قوي وحبيبه ودايما بيود ويزوره يعني لغايه دلوقتي يعني، وعلاقتهم علاقه حلوه يعني جميله، انا بحترم فيه الصداقه الجميله دي. وهو كان جول كيبر يعني لا يعلى عليه يعني الحقيقه يعني، وهو شقي طول عمره يعني مروان شقي يعني له نوادر هنا في النادي يعني لو تفتكر يعني يوم ما قبي يطلع البرج، ده الكلام ده في الستينات يعني، ويوم ما حبي ينزل البسين بالبدله الشارك سكين اللي كان لابسها، كان في حفله يعني له حركات ظريفه يعني. الاول انا بشكره جدا لحد النهارده مروان كنفاني بسم الله ما شاء الله محافظ على لياقته البدنيه، لان لحد النهارده يوميا بينزل يعمل لف تراك كذا مره كده فمحافظ كده. اديك بس الاول فكره عنده، انا بالصدفه رحت غزه ولقيته هو المتحدث الرسمي لياسر عرفات، وصورت معاه صوره انا وهو ياسر عرفات هناك في غزه، كانت مفاجاه ليا ان هو هناك في السلك السياسي والدبلوماسي مع ياسر عرفات، زائد ان هو فكر سياسي عالي جدا جدا جدا، وراجل مهذب جدا جدا جدا، وبعدين راجل شياكه وادب واخلاق وذوق كل الصفات اللي انت عايزها. كنت افتكره مره افتكره مره ان انا كان بره بتفرج على المباراه، اعتقد ما اعرفش بين الاهلي والزمالك ولا ايه، وفين كان عندنا سنتر هاف لسه جاي جديد اسمه برين كبير، وبيرجع له كوره حطها في الجون، وكانت صدمه لينا كلنا. انما بالحمد لله يعني الحمد لله والشكر لله اوام طلع مروان وسقف له بتاعه وما فيش اي حاجه حصل، وفعلا كسبنا الماتش بعد الكلام اللي قاله هو لبريم كبير ولا يهمك وكمل، وفعلا كسبنا المباراه. كابتن مروان انا اعرفه من زمان يعني في الستينات، وحضرته وهو بيلعب كوره في الستينات واول السبعينات كده كابتن مروان. حتى كابتن مروان انا كنت براهن ناس صحابي بقول لهم كابتن مروان لعب مع ثلاثة فلسطينيين زي هو، أربعة فلسطينيين كان، حتى كابتن مروان لو أنا قلت له عليهم مش هيفتكرهم دلوقتي، كان كابتن أبو جيدة وكابتن فيصل وكابتن إبراهيم المغربي، يعني أنا كنت براهن صحابي بقول لهم أربعة فلسطينيين لعبوا سنك في النادي الأهلي جنب كابتن مروان، لو قلت له عليهم يبقى أنتوا اتفرجتوا على كورة. فكابتن مروان يعني عالم في النادي الأهلي،
ولو تاريخ طويل في النادي الأهلي، وكان يعني كابتن يعني حارس مرمى كان ممتاز. كابتن مروان كنفاني نجم النادي الأهلي والكرة المصرية السابق، شايف ازاي فرص منتخب مصر في كاس العالم؟ رأيك بشكل عام في الأداء وفي النتائج وفي الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هكتور كوبر حتى الآن؟ يعني المباريات التي اللي لعبوها منتخب مصر وكل المنتخبات ليست دليل على يعني التقدم او انت عارف الواحد المدرب بيبتدي في المباريات الحبيه يجرب لعيبه يجرب سيستمز، يعني لا يعني النتائج اللي حصلت في المباريات التمهيديه ليست دليل على اي شيء. اسبانيا كسبت الارجنتين 4 ولا 5 ولا 6 فرقه مصر كويسه، ولكن في دائما عند يعني من يوم ما كنت انا العب كان المدرب اول ما يقول لك ما يخشش فينا جول، يعني ده كان يعني اشاره للعيبه انه نلعب ورا يعني يرجع يعني ده من حرص الدفاعي. ومنتخب مصر كمان كده، يعني مصر في اعظم مبارياتها في المنتخب بتلعب ديفنس، يعني ما في وشفت انت بالمباراه سنه 90 لازم كابتن مصر الجوهري في الوقت ده مع طبعا لازم مصر تكسب ماتشين، يعني لازم مصر لازم يكسبوا ماتشين عشان يطلعوا، لانه عندنا من حظنا في فريق من الفرق اللي بتلعب معنا امكانيه انه نكسب ماتشين، واسوأ الاحتمالات نكسب ماتش ونتعادل ماتش، عارف ازاي؟ هذا يعني المدرب 100% المدرب والخبراء اللي معاه بيقولوا نفس الكلام. حضرتك بتتكلم عن انه الاهم دايما ان احنا ما يدخلش مرمانا اهداف، ده لا انا بقول لك مصر دايما ده طبيعه ادائنا كده. مصر طيب دايما يبقى ده خليني اسال حضرتك عن رايك في حاجتين، خط الدفاع الحالي لمنتخب مصر مدى تماسكه وقوته، وحراسه المرمى الفتره اللي فاتت هكتور كوبر قام بتجريب اكثر من حارس، محمد الشناوي حارس النادي الاهلي وايضا عواد حارس الاسماعيلي موجود في الفتره اللي فاتت مع المنتخب بيشاركوا في مباريات متعاقبه، نجوم ايضا عصام الحضري، احمد الشناوي من الزمالك، شريف اكرامي من الاهلي، فحتى الان من المرات القليله جدا اللي مرينا بيها في تاريخنا الكروي خريطه حراسه المرمى بالنسبه للمنتخب مش واضحه. رايك ايه في مستوى الحراس في مصر بشكل عام، ومن الاكثر تميزا من وجهه نظر حضرتك؟ يعني شوف مع احترامي ليهم جميعا وقدراتهم ويعني واللي لعبوه والمباريات اللي بتاعده، انا افضل انا في رايي افضل حارس مرمى الان موجود في النادي الاهلي هو احمد الشناوي، محمد الشناوي حارس الاهلي. نعم يعني يختلف عن الاخرين في حكايه الخروج من الجون ويقطع الكره العرضيه وبعدين يخرج اذا الكره طويله قدام اللعيب هو بيطلع من الجون، رغم انه في المباراه الاخرانيه في الجون اللي جه فينا الاولاني كان لازم يطلع، يعني الكره عاليه كان لازم يطلع، بس ده مش عيب. انا اعتقد انه المدرب حيجد كل الاربع حراس مرمى جاهزين، بس انا بفكر يعني وممكن اكون مخطئ يعني انه افضل واحد الان هو جون النادي الاهلي، لان اللعب المباريات الاجنبيه تعتمد كثيرا الاوفرات الكرات العاليه والكرات العرضيه، يعني عاوزه واحد جول كيبر، وهو في المباريات اللي لعبهم مع النادي الاهلي اخر 5-6 مباريات كان موفق جدا انه يطلع يمسك الكره وبتاع، انما اي جول كيبر يعني يكون سند طبعا ما كلهم كويسين. جميل. طيب خط الدفاع، هل شايف دفاعنا متماسك في مصر حاليا؟ لانه برضو من العناصر اللي دايما طبيعه ادائنا بتعتمد عليها وعلى كفائتها عناصر الدفاع، لاي مدى مطمئن لدفاع منتخب مصر؟ يعني انا اعتقد انه خط الدفاع المصري جيد، وخاصة الباك رايت اللي هو أحمد فتحي وحجازي وعلي جبر وعبد الشافي. أنا عاوز يعني أنا مش فاهم حقيقة، وأنا لست خبير ولا أدعي أنه خبير،
ما هي رؤية مدرب الفريق في وسط الملعب؟ يعني هي الفراوده يعني متفق عليهم متفق يعني اختلاف عليهم. لا بس انا بعتقد انه حتى هم مش عارفين ايه اللي عاوزه المدرب او هو مش عاوز ما شرح لهم يعني ما هو المطلوب من خط الوسط. هل المطلوب زي ما لعبنا المباراتين اللي فاتت انه يرجعوا ورا، او المطلوب انه يعني معظم الانديه والانتخابات اللي بجيب لجوان لعيبه نص الملعب يعني هي دي. يعني انا قلت لك انا يعني لا داعي في ارتباك مش واضحه يعني مش فاهم ليه دايما الثلاثه اللي في النص ورا، عارف ازاي؟ هو يعني بتلاحظ انت انه الاتجاه الدفاعي للفريق المصري من زمان هو كده، ودايما والماتشات اللي بنكسبها بنجيب جول ونرجع ورا كلنا، عارف؟ فإنما إن شاء الله يعني أنا يعني بتوقع الخير. أولاً اللاعبين متحمسين كلهم وكلهم عندهم قدرات هائلة ومدرب كويس، الجمهور ومصر بتأيدهم يعني أنت شفت، والباقي التوفيق من الله يعني إن شاء الله. نتحدث أيضاً عن الفترة اللي جاية، مباراة أوروغواي بالنسبة للجمهور المصري هي العنوان في كأس العالم، هي ربما بحسابات فنية كثيرة هي أصعب مباراة تواجهنا في المجموعة، وأيضا هي أول مباراة. إزاي حضرتك بتقيم الفرص مع منتخب عنده إمكانيات عالية جدا وخبرات زي منتخب أوروغواي وطبيعة كمان النجوم الموجودين في الفريق ده؟ هل شايف عندنا فرصة إن احنا نعمل نتيجة جيدة في اللقاء ده ولا لا؟ أنا صحيح متفق معك، أوروغواي من أفضل الفرق مش في مجموعتنا بس في الأفضل يعني مرشح بشكل عام في العالم. أنا أعتقد في مباراة الأولى مع أوروغواي لازم نلعب نص الملعب يعني يميل على الديفنس، عارف كيف؟ ونحاول يعني أنا لا أستبعد التعادل حقيقة، يعني إحنا فرقتنا كويسة وديفنسنا كويس، وإذا المدرب يطلب من اللاعب أن نميله في البداية خاصة للتنظيم الدفاعي القوي للتنظيم الدفاعي ان شاء الله يعني التعادل مش مشكلة. محمد صلاح نجم نجوم الكرة المصرية وفريق ليفربول الانجليزي حاليا، البعض عنده مشكلة او تخوف من انه يكون اعتماد كوبر على امكانات ومهارات محمد صلاح اعتماد مبالغ فيه. بعض الناس بتقول انه مش واضح الشكل او الشخصية الهجومية لمنتخب مصر الا في وجود محمد صلاح، وانه لو تم ايقافه عن طريق الطرق الدفاعيه او لا قدر الله ما كانش جاهز في مباراه او ما كانش موفق او لا قدر الله اصيب، انه ده هيعطل منتخبنا بدرجه كبيره جدا. حضرتك متفق ولا مختلف مع اصحاب الراي ده؟ يعني شوف انا عاوز اقول الاول انه محمد صلاح شاب عربي متميز مش فقط في قدراته في كره القدم ولكن في اخلاقه وفي تواضعه، وهو فخر لنا جميعا انه يكون بهذا الشكل. وانا شخصيا يعني اسعد لما بشوفه. محمد صلاح من اللعيبه اللي بسموهم سكوررز، يعني المسجلين هدافين، مش يعني بلاي ميكر. نعم، وهو ناجح جدا في هذا، ويعتمد على حاجه قليله عند اللاعبين في الاخرين وهو سرعه الانطلاق. يعني انت بتلاحظ اول ما يجري بيسبق اي واحد بمترين ثلاثه. واعتقد انه الان الفريق المصري ابتدوا يتفهموا ازاي يلعبوا معاه، يعني ازاي يستفيدوا بالامكانيات. ايوه استفاد ال بالعكس انا اعتقد انه محمد اضافه للمنتخب المصري مش اضافه لا طبعا هو متفق على انه اضافه. هو الناس بتتساءل هل كوبر بيعد بدائل أم يعتمد فقط على قدرات محمد صلاح الاستثنائية، وده اللي مخوف بعض الناس، لكن في اتفاق على إنه إضافة كبيرة جدا وأقوى عنصر في المنتخب. أنا أشك إنه أي مدرب هيلعب ضدنا هيحاول يعني زي ما نقول إحنا يمسك محمد صلاح، مش هيقدر. ولا هو هيفكر حتى يحط له واحد يعني واقف جنبه، ما هو في اثنين واقفين جنبيه وبيسفاهم، يعني ما عنديش ولكن يجب أن يكون، حكيت لك أنا مثل بتاع ميسي، يجب أن يكون لاعب متميز وبارز في فرق معينة هو دليل الوصول إلى الانتصار.
احنا اذا توافقنا في الخروج بتعادل مع أوروغواي تكون يعني بداية واعدة. كابتن مروان اسمح لي أتوقف مع حضرتك ومع مشاهدينا مع فاصل قصير ونعود بعد الفاصل لاستئناف هذا الحوار، وما زلنا معكم ومع الكابتن مروان كنفاني من خلال الأهلي يحاول. كابتن مروان انا عايز اقول له حاجه واحده بس، ان انا طبعا ما شفتوش بيلعب لان انا جيت سنه 73 وكان بطل في المباراه الشهيره طبعا بتاعت فاروق جعفر اللي كان هو موجود فيها. انا طبعا سمعت عنها وشفتها في التلفزيون. عايز اقول له طبعا علاقتي بيه ممتده من مثلا من السبعينات لحد الان، بقابله في النادي بس مستمره. شخصيه حقيقه يعني عظيمه جدا، وحقيقه شخصيه يعني من الشخصيات المثقفه المتعلمه. كان لاعب قدير جدا، لعب في مع اجيال الحقيقه خمسين وطبعا خمسينات ستينات سبعينات. وانا طبعا بس بحب ان اتمنى له كل الصحه والعافيه لانه برضه متواجد في النادي الاهلي بصفه مستمره، وهو من النجوم الكبار اللي خلقوا يعني في حراسه المرمى شكل كبير جدا. وكان دايما الحقيقه لما كنا قاعدين مع بعض نتكلم عن حراسه المرمى، اهميه العناصر اللي موجوده في الحراس اللي محتاجين لتطوير، حتى الناشئين اللي موجودين ازاي احنا نحاول نساعدهم. لما انا كنت مدرب في قطاع الناشئين وكنت ماسك الفريق الاول تكلمنا عن برضو بعض الامور الفنيه. هو طبعا يعني توقف عن اللعب فتره طويله جدا بعد ما ساب النادي الاهلي، ويمكن بعد كده طبعا ما لعبش خالص، لكن متابع كل حراس المرمى وعنده خبرات كبيره جدا. نتمنى انه برضو يضيف هذه الخبرات في الفتره الحاليه في وجود يعني الدراسات الحديثه اللي بنعملها والخطوات المتبعه الان في تدريب حراس المرمى. احنا عندنا في الاتحاد الافريقي طبعا برضو عندنا برامج كبيره جدا لحراسه المرمى، وعندنا يعني بعض التدريبات الخاصة لحراسة المرمى في الرشاقة والمرونة. فأتمنى إن أنا يعني إن يكون له برضو دور معانا. هو حقيقة لم يساهم في التدريب لكن كان حقيقة في المشورة، وكان دائما حقيقة بنستعين به. حقيقة كان طارق سليم الله يرحمه كنا بنقعد مع بعض في التنس، كنا بنقعد معهم. يعني أتمنى لك كل خير وصحة وعافية يا كابتن مروان. كابتن مروان، هناك بالتأكيد أسماء بتعد علامات مضيئة في تاريخ النادي الأهلي، ومنها الراحل الكبير الكابتن مختار التتش. إيه الحاجات اللي دايما بتفتكرها عن الكابتن مختار التتش ودايما مرتبطة بهذا الاسم؟ مختار التتش كان رجلا محترما. يعني أنا أول ما جيت على النادي الأهلي كان عمود من أعمدة النادي الأهلي، وكان رجل متأخر يعني في العمر، ولكنه كان نشيط، كان يلعب تنس وكان يلعب يمشي في التراك، وكان يعني النادي الأهلي جزء من حياته هو وزوجته أو بناته. وكان رجلا صارما، يعني لا مريت بمواقف كان بيضرب فيها المثل بموضوع الحزم والصرامة، لا يقبل بأي مساومة فيما. يعني أنا أذكر لك حكاية في ضابط مش فاكر مين، بس ضابط عظيم كان يعني في الدولة، فإجا مرة على النادي الأهلي وشاف اللعيبة واتكلم معاهم الضابط ده، وانا واقف طبعا، واتكلم معنا على ضروره يعني نلعب ويعمل حاجات هاي. بعدين قال ودخل في موضوع يعني الفني بتاعه، تفاصيل فنيه. فالله يرحمه مختار بيه قال له يا سياده الضابط انت خليك في الكلام ده، ما لكش دعوه في كلام الامور الفنيه. لا والله انا وكان بقول لك رجل صارم، يعني لا يرضيها اي شيء. انا مره لعبنا ماتش هنا، ماتش حبي مع السكه الحديد باين،
وهو اول انا ما جيت لما على النادي الاهلي كان لسه المبنى الخشب بتاع المدرجات لا مبنى المبنى الرسمي فسام جه واحد قال لي تعال مختار بيه عاوز يشوفك جيت قال لي انت الشامي اللي جاي قلت له قال لي انت بتعرف تلعب بتعرف تمسك الكوره قلت له يعني عارف فبنلعب مباراه في الحبيه مع السكر الحديد خلصت انا وخدت شاور وراجع هو ماشي رايح يلعب تنس كان التنس هناك فانا بضحك وقف قال لي تضحك ليه قلت له هل تضحك على خيفتك دخل فيك جون بقول لك يعني بس كان محبوب جدا من الناس ايه ابرز نصايح كابتن مختار التتش فنيا او في الحياه بشكل عام مختار كان يعتمد على القوه يعني انه اللعيب يكون قوي وشوط جامد قوي بدنيا قوي بدنيا يعني كان يعتمد على الحكايه هذا ولكنه كان انسان متميز ومحترم يعني كل النادي يحترمه وعندما لما عملوا الاستاد ما كانش فيه اي اعتراض من اي انسان انه يسموه استاد مختار التتش وهو يستحق ذلك يعني من النماذج اللي بتراها جاءت معبره بالفعل عن قيم النادي الاهلي صحيح. وعن عظمه النادي الاهلي هو ابتدى زي ما مره قال لنا انه ابتدى كان عدد اعضاء النادي الاهلي اقل من 200 واحد شوف من 180 الف يعني فلذلك هو من الذين بنوا النادي على اسس وكان صارم في تطبيق يعني القواعد على الجميع قواعد على الجميع ولا كان لا يقبل استثناءات او لا يعطي اي شخص استثناءات صحيح. حتى لو صديقه او من المقربين صحيح كان يعني رجل يخافوا منه الناس يعني لانه جريء مهاب كان مهابا جريء وصارم هننتقل للحديث كمان بعد حديثنا عن الراحل الكبير كابتن مختار التتش بالتأكيد من الأسماء اللي كانت امتداد للكابتن مختار ورؤيته للإدارة وقوته وقوة النادي الأهلي الراحل الكبير كابتن صالح سليم مع حضرتك ومع مشاهدينا هننتقل للحديث عن كابتن صالح سليم مشاهدينا لسه مع حضراتكم من خلال الأهلي يحاور وحوار عن الذكريات والنجاحات واللحظات الصعبة والأصدقاء والمبادئ والقيم التي ارتبطت بنجاحه هذا النجم الكبير في تاريخ الكرة المصرية والنادي الأهلي وأيضا أبرز العلامات المضيئة في حياته العامة والسياسية والرياضية نجمنا وضيفنا النهاردة ومن أساطير ومن المكرمين في تكريم أساطير النادي الأهلي الكابتن مروان كنفاني برحب بحضرتك مرة ثانية كابتن مروان الكابتن صالح سليم الراحل الكبير المايسترو صالح سليم ماذا يعني لك على المستوى كافة المستويات على المستوى الإنساني والعلاقات الاجتماعية والصداقة وعلى مستوى الزمالة وكرة القدم والأمور الخاصة بفنيات كرة القدم صالح سليم طبعا اكبر مننا يعني هو كان هو رئيس الكابتن الفرقه وهو رجل حقيقه في غايه الاحترام وفي غايه الاحترام لغيره ايضا يعني صالح سليم كان بالنسبه لنا اكثر من لاعب او رئيس فريق كان يعني هو الصله والجهه دائما مثلا انا عاوز حاجه بقول لصالح صالح بيتكلم مع الإدارة ازاي في الملعب كان مسيطر على اللاعبين وعلى اللعب زي ما هو المفروض يكون الرئيس كابتن الفريق او القائد في الملعب صالح سليم كان رجل كثير الاعتزاز بنفسه وشخصيته قوية جدا وكرامته قوية جدا وهو يشجع ذلك في اللاعبين اللي كنا معاه يعني لا يمكن ان يتنازل عن اي يعني احترام او حقوق له
في وبعدين وكان رجلا عاقلا يعني عارف امتى يوقف امتى يلعب او امتى يهزر وامتى يكون جد جدا مع الفريق ف يعني كان زي ما قلت لك زي اخ كبير لينا. ايه التوجيهات اللي لا تنساها ابدا للكابتن صالح سليم سواء للكابتن مروان او لاي نجم اخر من نجوم الفريق؟ ايه الحاجات اللي ما كانش يتهاون فيها ابدا وكان شايفها اسس لجعل اللاعب يليق بالنادي الاهلي وعلى قدر وقيمه النادي الاهلي؟ الالتزام بجديه اللعب. يعني انا فاكر انه حصل 3-4 مرات كان يصطدم مع لعيب من النادي الاهلي لانه مثلا استهتر او عمل حاجه غلط او 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 او, أو يعني مش مع قلبه مش ماشي يعني مش مع يلعب من غير روح من غير الحماس المعروف عن اللعب. كان ولكنه من ناحيه اخرى عمره ما يعني افترى على حد او عمره ما يعني كان يحب الجديه. كان انت اول مره اتعرفت عليه ولعبت معاه وهذا كان ميال لي يعني كان يقول لك الولد ده عليا انه ده جدي وجريء هيصلح للاستمرار في النادي الاهلي. قال عنك انك ممكن تكون لاعب ينجح ويستمر في النادي الاهلي. انت عارف يوم ماتش الزمالك سنه 71 اللي حصلت فيه المشكله واحنا نازلين على ملعب في الاستاد قال لي الله يرحمه قال لي يا مروان خلي بالك الحكم ناوي عليك المرة دي. أنا ما كنتش عارف أنه الكابتن ديب اتعين للمباراة دي. فبيسألوني بالتلفزيون على إيه رأيك الحكام المصريين والحكام الأجانب. أنا ما كنتش عارف أنه اتحاد الكرة قد اختار الكابتن قلت يعني انا افضل الحكم الاجنبي لانه الحكم المصري يعني كلام ما كانش لازم اقوله يعني الحكم المصري يخضع لبعض الضغوط الجمهور او انا قلت ده عن حسن نيه يعني وعلى هو كان بيسمع وعارف وهو كان يعني اتحاد الكوره قرره على فحتى الهاف تايم الثاني في كوره طلعت بره الجون واللعيبه لعبها بتاع الزمالك فانا مسكتها لقيت الحكم بيقول لك العب بقول له الكوره يا كابتن الكوره بره طلعت الكوره بره فجالي الحكم قال لي انت اوعى تتكلمش تاني يعني زعق بعت لي صالح سليم واحد في الملعب واحد قال لي الكابتن صالح بيقول لك خل اهدى الراجل ناوي لك مفيش بعدها بشويه. طيب بما ان دي تاني مره بقى نذكر هذه المباراه في بدايه الحوار قلت لحضرتك ان احنا هنخليها لختام الحوار لكن ده توقيت مناسب للحديث عن المباراه دي. ايه اللي حصل في اليوم ده المباراه الشهيره سنه 71 الاهلي والزمالك والناس ربطت بينها وبين توقفك عن المشاركه في المباريات قالوا اعتزال حتى لو حضرتك بتقول انا ما عملتش مباراه تكريم ولا اعتزال اوصف لنا المشهد وايه اللي حصل وهل الصحافه والاعلام الرياضي نقل اللي حصل بصوره دقيقه وموضوعيه في الوقت ده لان حضرتك بتقولي ان كان في اسباب تانية خالص للمشاكل كان في مدرجات وكان في جمهور بيدفع صور وكان في مشاكل طبعاً فيها مخاطر يا ريت توصف لنا المشهد يعني روايتك الدقيقه للاحداث اطلاقا يعني كان مباراه لعبنا عشرات المباريات مع النادي الاهلي مع النادي الزمالك او الانديه الثانيه يعني ما كانش في حاجه خارج العاده وده ولعبنا الماتش في الاستاد جابوا فينا جول اول هاف تايم احنا في الهاف تايم الاول الثاني خلصنا الجول بقينا 1-1 واحنا بنلعب كويس انت عارف الجمهور الاهلي لما كنا مغلوبين 1 بيبقى يعني متشنج ولما خلصنا الجول وهاجمين احنا عليه على الزمالك في لعيب الباك رايت بتاع الزمالك مش فاكر مين هذا جت احنا هجمنا عليهم جت كل الكره فراح شاطها شوطه جامده يطلعها يعني من هذا جت للجول ما فيش حد عندي يعني النص بتاع النادي الاهلي ما فيش حد حتى الحكم جه بيجري ما كانش في النص نطت الكره بره الاريا وعليت انا شفت انت عارف الجول كيفر بعينيه على الكوره مش على اللعيبه شفت واحد لابس ابيض بيجري فنطيت طبعا رفعت رجلي اي جول اي يعني اي جول كيبر بينط لازم او اي لعيب بينط لازم الرجل الثانيه ومسكت الكوره
وببص هذا هو كان اسمه ابراهيم اظن كانوا جايبينه جديد، هو بيجري عليا بس عاوز يبعد عني حقيقه يعني مش عاوز. انا برضو مسكت الكره ونازل، فجت رجلي من من بره بفخده، فانا وقعت على ركبتي وهو فضل واقف. سمعت الحكم بيصفر، انا فكرت يعني هو صفر الله يا هو حسب رجل فاول الاهلي يعني حسب انه يعني خطا لصالح الاهلي ان لقيته بيشاور على البنالتي، بس ما فيش حد في البنالتي. ف بقول له ايه في ايه يا كابتن؟ قال لي بنالتي. قلت له على مين؟ قال لي عليك انت. الله يرحمه كابتن الزمالك كابتن حمادة امام، حمادة امام كان واقف جنبي وانا فكرت فيها مره، كنت رايح على فارس بالطياره بالصدفه، واللاعب اللي كان معاك اشترك معاك في اللعبه دي واقف. حسب له ضربه الجزاء مش واقع على الارض، واقف جنبي. لا واقف، كان واقف. ف انا شفت قلت لحمادة الحكايه دي بعد سنوات بعد ما. فالحكم قال لي عليك، فحمادة قال له لابراهيم ده قال له نام نام نام، فراح الراجل نايم. بس هي ده اللي حصل. فابتدى المدرج، انا قلت للحكم قلت له يا كابتن انت لو عملت دي بينالتي هتعمل مجزره النهارده هنا، لانه الناس متنرفزه وبتزعق ومش عارف ايه وكذا، فشاور على البينالتي. فجه حطوا الكوره في البينالتي، جه واحد وزق الكوره بره بعدها بعيد بعدها. فقلت له ايه؟ روح هات الكوره، اما انا كنت الكابتن. فراح جاب الكوره وحطها. انا مش عارف لما حط الكوره انا شايف الناس في المدرجات ماسكين السور يرجوا السور وبيرج السور وبيروح هيله السور بيعمل كده هيوقع. عرفت انا انه في يعني مشكله هتحصل. شاط والله ما شفت مين اللي شاط الكوره يعني، شاط الكوره دخلت جول، حكم صفر، الجمهور كان في الملعب يعني كسروا البتاع ده ودخلوا الملعب، واللعيبه انت عارف كان عندنا ناس خايفين وبتاع. المهم رحنا على اوضه اللبس، انا كان لازم اسافر ليلتها على بغداد لانه كان في مباراه، كنت بشتغل في الجامعه العربيه، وخد لي سياده الفريق مرتجي اذن من هذا انه هم سافروا يوم الاربعاء اظن، وقال لهم هو يسافر يوم الجمعه. سافرت، وصلوني في عربية البوليس على المطار، خدت رحت على بيروت، نمت عند أخوي الله يرحمه الشهيد غسان كنفاني. صحاني الصبح قال لي أنت عامل إيه؟ قلت له عامل إيه؟ قلت له كان في ماتش زمالك حصلت خناقة وبتاع. قال لي بص على الجرانيل المصرية والبتاع ده، الفتى مروان ومهزلة المهزلة وهجوم شديد جدا عليك إيه؟ والناس حملوك مسؤولية يعني، ناس بقت شايفة انك مسؤول عن اي مشكلات حصلت في اليوم ده. بس هذا وبعدين المقالات ابتدت ايلول الاسود والارهاب والغرباء والابداع، حصلت مشكلة في البحر. انا كنت بيروت بغداد قعدت يومين ثلاثة ما تكلمتش في الموضوع، ورجعت على مصر، وانا كان الطياره من زمان في سلالم ما فيش فانا سامع حد بيقول الكابتن مروان كابتن مروان. قلت له انا، قال لي اتفضل. ما انا في اثنين لابسين بدل وبتاع ده، قالوا لنا انه هتقابل الرئيس انور السادات. يعني قالوا لي بمعنى انه الموضوع البلد انت عارف ايام ما كان في الحرب بين الصين والهند، وكان الرئيس السادات الله يرحمه قال انه حرب الاستنزاف، وبعدين غير اجل لانه يعني حاجه زي كده. كان في توترات بشكل عام، توترات يعني انا فهمت. قالوا لي ما معناه انه بلاش الصحافه وبلاش التلفزيون ومش عارف ايه. ثاني رحت عند الرئيس الثاني، يعني رجل محترم انا بعرفه من زمان يعني قبل كده، رجل محترم ومتكلم. قال لي انا هقطع لسان اي حد بيتكلم عليك، انت ابننا وبتاع ده. قلت له يا سياده الرئيس انا بقالي كل زمايلي بعد 67 ما حدش بيلعب يعني، وانا عاوز اروح على امريكا وبتاع. قال لي ابدا انت ابننا ومش عارف ايه. وهذا اللي انقذني السيده الاولى، السيده جيهان السادات. السيد جيهان السادات، السيده جيهان السادات قالت له يا انور
اذا كان عاوز يروح على امريكا ومستقبله ومش عارف ايه خلاص يعني ما فيش يعني الرئيس كان مصر، الرئيس السادات في الوقت ده كان مصر انك تكمل الموسم ترجع افضل هذا. وبعدين قلت لك لما قلت له انا قلت له يا سياده الرئيس كمان انت عارف الاتحاد الكوره وقفني 6 اشهر ووقف الحكم 6 اشهر هذا، قال لي اتحاد ايه يا اخويا هو يحلها يعني هو يعني بس وروح يعني اتحلت الحمد لله. هل بعد كده لقيت الأزمة دي فعلا فيما بعد الصحافة أو الإعلام الرياضي في مصر أنصفك وداك حقك بعد ما تجنى عليك البعض في وقت من الأوقات؟ يعني بعض الناس تكلموا وبتاع. شوف أنا لغاية الآن انت عارف لي 40 سنة يمكن ما هذا الحب والصداقة اللي بشوفها من الشعب المصري لا يمكن أي إنسان يعني يتواصل. في ناس بتكلمني إنه شفتك ماشي دولس وهو ما كانش موجود، يعني ما كنت لعب كورة ما كانش موجود. حضرتك حالة فريدة غير أنك لعبت المنتخب مصر، كنت ضابط في الجيش وقت الوحدة المصرية والسورية. لا ما كنت مجند. مجند في الجيش وقت الوحدة المصرية. مطلعين عيني كان. لا يعني الحقيقة عندك خبرات وتجارب تخليك قريب قوي من المواطنين. لا وبعدين وجودي في يعني اللي ساعدني انه بعد ما بطلت فضلت في اجهزه الاعلام لما كنت مع الرئيس الشهيد الله يرحمه، يعني بقت صورتي موجوده دايما في 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 فلذلك يعني المحبه والاحترام اللي بشوفها وبلمسها من الشعب المصري يعني لا تقدر بثمن حقيقه. الجزء الاخير هنتكلم فيه عن خبرات حضرتك في الحقل السياسي او في العمل السياسي سواء في الجامعه العربيه، رحلاتك للخارج، خارج حتى حدود العالم العربي، الخبرات كمستشار سياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات رحمه الله. هنتكلم عن كل ده في الجزء الأخير من الحوار، لكن خلينا قبل ما نتوقف مع الفاصل نتكلم شوية عن أقرب الناس في مشوارك الكروي والرياضي مع النادي الأهلي. أقرب الأصدقاء مين اللي كانوا قريبين قوي على المستوى الإنساني طول الوقت معاهم، ما تقدرش يعني ما بتفترقوش أبدا؟ شوف احنا كنا 3 فلسطينيين نلعب في النادي الأهلي، فؤاد ابو غيده وابراهيم المغربي وانا، كنت سنتين 3 كنا نلعب مع بعض. بس انا صديق عمري في الحياه وفي الكوره هو فؤاد ابو غيده. يعني فؤاد ابو غيده انا في 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 دمشق يعني عائلته كانوا ساكنين جنبينا، وهذا كنا اظن يمكن كان عمري 12 سنه 13 سنه ما شفته يعني. وبعدين حياتنا يعني فضلت مع بعض لغاية الأخير. كذا مصطفى يونس كان يقول إنه يحب يتفرج عليه في التمرين يشوفه في الملعب وهو صغير. أيوة. كان شكله نجم سينمائي في الملعب. بعدين أنت عارف من 3-4 سنين جاله الزهايمر، وحاجة محزنة جدا يعني. أنا بروح كل شوية على لندن بشوفه، بس هو يعني ما بيعرفنيش. يعني بيعرف انه انا مروان اللي باجي وبروح وبتاع، بس ما بيعرفش ان انا صاحبه من 60 سنه ولا بتاع ده. وده يعني حاجه محزنه جدا، محزنه ومؤلمه. تتألم لما بتشوفه ما يبقاش يعني بروح بعد مثلا اسبوعين او 3 وببقى زعلان وبرجع. يعني هذا الولد الشاب اللي كان ينط اكتر واحد قاعد ما بيتحركش شيلوه من. فلذلك هو ده. انما الباقي يعني ليه انا لما قلت لك من الاول يعني مسيره الحياه تبقى احيانا مؤلمه وحزينه في بعض يعني كل اللاعبين اللي كنت العب معاهم معظمهم يعني مش من طارق سليم، صالح سليم، رفعت الفنجيلي، سعيد ابو النور، فؤاد ابو غيده، محمدين، يعني كل اللعيبه اللي كنت بلعب معاهم، ميمي عبد الحميد، اما توفوا الى رحمه الله او يعني عندهم مشكله صحيه. فيعني يعني محزنه الحكايه انه فين الاصدقاء اللي كانوا موجودين كانوا ملء الدنيا وهذا. يعني دي يعني بتبقى في حزينه في حياه الانسان. لو رجع بيك الزمن رجعت لتاريخ اللحظه اللي كان فيها الرئيس السادات عايزك تكمل في النادي الاهلي والسيده جيهان السادات اقنعته برغبتك في السفر للخارج، هل كنت خدت نفس القرار وسافرت وبدات بقى التركيز في عملك في الحقل السياسي ولا كنت كملت شويه في الملعب؟ انا في تلك الفتره يعني بعد حرب 67 كل اللاعبين اللي معايا ما كانش في دوري انت عارف، وقفوا الدوري. انا فضلت
النادي اللي يقول لي ما فيش جول عندنا خليك ما فيش جول هذا فضلت لغايه 3-4 سنين. ولكن كان قد تقرر في ذهني القرار يعني انا من انا صغير انا مش واعي يعني كنت بعرفش امتى بقيت اهتم في السياسه لانه احنا كفلسطينيين ونكبه فلسطين وابويا الله يرحمه واخواتي كلهم بيشتغلوا بالسياسه كان فانا ما اعرفش امتى ابتديت افكر في السياسه. لما تعينت في الجامعه في قسم فلسطين وبعدين رحت على الولايات المتحده كنت اعرف ياسر عرفات يعني قابلته سنة 68 في هذا وكان يعني قال لي أنا عاوز أسمع منك وكذا 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 وكذا. فلما كنت في نيويورك كنت على صلة معه وعلى صلة معه من خلال أحد يعني الضباط بتوعه أحد الموظفين. ولغاية ما جت سنة 82 81 أرسل لي أنه أقابله في اليابان كان في ماذا واتفق وقال لي انا عاوزك تشتغل معي مع المكتب. سنه 74 سبع سنه 82 رحت اشتغل مع في تونس. 86 عينت مستشار للرئيس من 86 لغايه ما توفى يعني كنت دائما معه وتعلمت منه أشياء كثيرة يعني كان رجل محترم كان رجل وطني كان رجل رحيم بشعبه يعني أثر فيه تأثير كبير في حياتي. كيف تأثرت بالرئيس الراحل ياسر عرفات وبعملك في التحديات الخاصة بالقضية الفلسطينية وهي لم تنتهي على مدار عقود بل تزداد تعقيدا للأسف الشديد؟ حنتوقف مع تقرير عن عمل الكابتن مروان كنفاني في هذا المجال السياسي وكمستشار سياسي للرئيس الراحل ياسر عرفات ثم نعود لاستكمال الحوار. نشأ مروان كنفاني في أسرة سياسية من العيار الثقيل وجد نفسه منذ اليوم الأول يدافع عن الأرض المغتصبة. اعتبر القضية الفلسطينية هي قضيته الأولى فأصبح مستشارا سياسيا للرئيس الراحل ياسر عرفات. يعد مروان من نجوم الكرة القلائل الذين اشتغلوا بالسياسة لكنه لم يعتبر ما يقوم به شأنا سياسيا بقدر ما هو محاولة للدفاع عن أرض بلاده الطاهرة. منذ الصغر كان مروان يخرج في المظاهرات ضد الاحتلال الإسرائيلي الغاشم وجد نفسه متظاهرا قويا وهو في المدرسة الابتدائية. وعندما انتقل مع أسرته للإقامة في دمشق زاد تعلقه بالسياسة فانضم إلى اتحاد طلاب فلسطين وتعرف على الشهيد الراحل ياسر عرفات. بعد تخرجه من كلية الحقوق جامعة القاهرة وأثناء مشاركته مع الأهلي عمل بالجامعة العربية وتحديدا في إدارة فلسطين قسم الأراضي الفلسطينية. ارتبط مروان كنفاني بالزعيم الراحل ياسر عرفات لسنوات طويلة جمعتهما الكثير من الذكريات والمواقف الصعبة. أصدر مروان كتابا سياسيا مهما عن القضية الفلسطينية هو سنوات الأمل شرح من خلاله عملية حصار عرفات حتى وفاته مؤكدا أن إسرائيل هي من قتلت الزعيم الراحل. من المواقف الطريفة لمروان عندما حاول الرئيس السادات إقناعه بالعودة للملاعب وذلك بعد أزمة مباراة القمة عام 71 لكن مروان رفض بشكل قاطع مؤكدا أنه اعتزل كرة القدم للتركيز في القضية الفلسطينية.
كابتن مروان كنفاني، هل توقعت في يوم من الايام تسير في هذا الاتجاه العمل السياسي وصولا الى منصب مستشار سياسي للرئيس الفلسطيني؟ هل توقعت ده في يوم من الايام؟ يعني كنت شوف من ناحيه السياسه كنت اتوقع ذلك، لانه انا تربيت ونشات وكبرت في عائله يعني مخمضه بالسياسه. يعني والدي كان رجل نشيط في فلسطين، واخوي غسان الشهيد غسان كنفاني يبدو اهم يعني رجل في موضوع الادب والكتابه. انا كنت معتقد ومؤمن من الاول انه انا حانتهي في موضوع سياسي، ولكن لم طبعا افكر ابدا انه انا اوصل لاكون يعني مستشار الرئيس عرفات لمده طويله من الزمن. وانا افتخر واتشرف بان خدمت هذا الرئيس في ذلك الوقت، رغم انه انت عارف موضوع القرب من دائره الحكم خطره جدا، امر صعب. صعب لماذا؟ صعب لانه هناك منافسه هائله، عارف كيف؟ يعني كل واحد عاوز يثبت انه الثاني اخطا أو انه الاقدر بثقه الرئيس فيه، الى جانب انه العمل مع الرئيس يتطلب مواصفات معينه. اولا ساعات العمل اللي مش يعني ما هياش لا من 7 إلى 8 إلى 9، ما امتى الرئيس عاوزك لازم تروح. ثانيا الكتمان، يعني ما تتكلمش ايش قال الرئيس او ايش الا اذا يعني كان هو اللي طلب، قال ايه، شاف مين، رايه ايه، يعرف هذا موضوع يعني مهم جدا بالنسبه للرؤساء، كل الرؤساء. الرئيس عرفات كان يتميز كمان في بعد انساني هائل حقيقه. يعني لو عايز اقول لك اللي بعرف عن الاشياء اللي بيعملها يمكن نقعد 10 ساعات نسجل. و يعني مدرسه كانت انه. وبعدين الرئيس عرفات دائما كان يؤمن مقتنع في الدور المصري في البعد الخلاف الفلسطيني. بالتاكيد هذه الدائره جعلتك قريبا جدا من دوائر صناعه القرار والدوائر السياسيه المصريه طوال سنوات عملك كمستشار سياسي للرئيس. يعني انا في فتره من الفترات كنت ضابط الاتصال بين منظمه التحرير بين الرئيس يعني والمصريين في موضوع المفاوضات. كنت على مصر مثلا مرتين ثلاثه من غزه، اشوف الوزير عمرو موسى، اشوف احيانا الرئيس. كان هناك اتصال، يعني في علاقه الرئيس مع عرفات مع مصر منذ ايام الرئيس جمال عبد الناصر لغايه الان هي يعني سلسله من قناعات وتحالفات وتفاهمات مع الجانب المصري. حصل فيها يعني انقطاع في السبعينات عندما الرئيس انور السادات عمل اتفاق كامب ديفيد، ولكن لم تنقطع يعني انا كنت في نيويورك وكنت صله اتصال في مصر، وكان في سفراء يعني مكلفين، لم يكن هناك قطيعه. هذه الاشياء اللي يعني اضافت الى اعتزازي بالعمل مع الرئيس. يعني ظل مصير الكابتن مروان كنفاني مرتبطا بمصر وباهل مصر على كافه المستويات، ايام الرياضه وايام السياسه في كل المراحل. بالضبط، وكلا الطرفين كان رد فعل للموقف المصري، مش يعني تبرع من مروان كنفاني. يعني في كره القدم انت عارف انا يعني تمتعت بتأييد وحب المصريين، وفي السياسة الموقف السياسي المصري كان أقرب إلى موقفنا كفلسطينيين من مواقف أخرى. يعني كان الرئيس عرفات يأنس للرؤساء المصريين يعني حقيقة، يعني ويقول لهم اللي ما يقولوش لأي حاجة تانية. وعلاقة مصر في فلسطين قبل الرئيس عرفات، وكان الرئيس عرفات رحمه الله دائم المجيء إلى مصر لمناقشة الأمور الخاصة بتطورات القضية. لا بقول لك حتى علاقة الاستماع للموقف المصري علاقة مصر في قضية فلسطين سابقة لياسر عرفات ومروان كنفاني منذ يعني القرن الماضي، يعني منذ بدايات القرن الثاني.
مصر هي اللي عملت منظمة التحرير وساعدت على خلق منظمة التحرير. الدور المصري سنة 48 رغم أنه في يعني ملاحظات حول هذا الموضوع، ولكن انتمائنا العربي احنا هو الأساس يعني القوة الذاتية الفلسطينية. هنعود مرة أخرى للمجال الرياضي وأسئلة سريعة بنختتم بها هذا الحوار، بنحاول نقرب بها وجهات نظر النجم كابتن مروان كنفاني لمشاهدي قناة الأهلي في كل مكان ولمحبي النادي الأهلي داخل وخارج مصر. اللاعب اللي بتراه الأفضل حاليا في النادي الأهلي، اللاعب اللي بيمتعك أداؤه في النادي الأهلي حاليا من هذا الجيل الآن؟ الجيل الحالي. الله يعني عشان ما أكونش حتى ظالم، حتى لو في مجموعة ثلاث أسماء في يعني يمكن ما أعرفش أسماءهم، لأنهم في لاعبين بارزين، بدليل أنه كل يعني حتى مش الأندية المصرية، الأندية الدولية بيحاولوا أنه يأخذوا لاعبين من معظمهم من النادي الأهلي المصري. يعني أنا عبد الله سعيد يعني كنت أتمتع يعني في الفترة الأخيرة مش عارف إيش اللي حصل، يعني ما بقاش زي الفترة السابقة. الجول كيبر بتاع النادي الأهلي محمد الشناوي عجبني جدا. الديفنس كمان أخويا أحمد فتحي. يعني فتحي في فرق يعني في لاعبين بارزين، ويعني من الخطأ أنه أقول والله فلان ولا فلان وفلان، كل الفرقة لأنك دايما حضرتك بتميل للحديث عن التيم ورك أو الأداء الجماعي، بدليلك قلت ميسي مع الأرجنتين لاعب عادي، مع فريق برشلونة والمجموعة المميزة دي نجم كبير طبعا. في جيل الكابتن مروان كنفاني، من اللاعب أو المدافع اللي كنت بتطمئن لوجوده أمامك في الملعب؟ فؤاد أبو غيدة وسعيد أبو النور الله يرحمه وطارق سليم، وكان في ميمي عبد الحميد كان طلعت يعني كل المجموعة كانت مجموعة، كل المجموعة كانت كانش في واحد فيهم سيء أو واحد أو أقل، إنما كانوا يعني الديفنس الدفاع الدفاع بيعتمد على مشاركة في يعني لو حد من اللعيبة الهجوم عدى من سعيد مثلا لازم يلحقوا فؤاد، لازم عارف ازاي وحدة وتماسك وحدة من اللاعب اللي كان بيزعجك وجوده كمنافس لك في الملعب، المهاجم اللي كان يزعجني يقلقك؟ يعني شوف انا عايز اقول لك كان لاعب دائما يعني كويس اللي هو صديقي لغاية دلوقتي بشوفه مصطفى رياض. مصطفى رياض كان لعيب حقيقة لعيب يعني بيقدر يوصل للجون رغم انه مش شويت، يعني هو مش زي الشاذلي، الشاذلي كان يشوت من بعيد، انما كان بيلعب بسرعة وبياخد اماكن حلوة وبيتحرك. كان عندهم وينج راف وينج رايت اسمه كان رائع كمان، كان فريق الترسانة أكتر فريق بيزع يعني بداية مبارياته صعبة في الوقت، مرة غلبونا في أسبوع واحد سبعة أجوان في مبارتين في أسبوع واحد. يعني مثلا أقول لك في نادي الزمالك كان في الترسانة متأسف اسمه ايه اللي قلت اسمه دلوقتي كابتن مصطفى رياض، لا كابتن الشاذلي، الشاذلي كان شويت جدا يعني شوف من مسافات مختلفه وبعيده انا جاب فيها جون واحد مره واحده جون، حتى خبطت واحد ودخل الجون، عارف ازاي؟ مع انه مصطفى كان في الزمالك كان عندهم لاعب، كان في لعيب الزمالك يمني، كان لعيب يمني هائل لما غلبنا 3-1 هو جاب اول جون يعني كان، لكن كان الفريق اللي بتعمل له حسابات اكتر قبل مبارياته مع الاهلي الترسانه في الوقت، الترسانه اصعب كان مباريات اكتر يعني اكتر فريق ولغايه الان يعني يعني سوري لغايه ما بطلت كان الترسانه هو اللي الند لي حقيقة، وهو والزمالك طبعا كان في فرق قوية، يعني كنا في فريق مثلا اتحاد اسكندرية
الملعب بتاعهم صغير كده، حطونا زي في الأمقم كده، وتلاقيهم خط القناة الإسماعيلي كان فريق هائل عنده إمكانيات وعنده لعيبة يعني في منتهى الجمال، ما كانش فيه ماتش سهل يعني، عشان تكسب مباراة لازم تحط كل جهدك فيها. والفريق دايما الفريق الكبير وزي مثلا لما بيلعب اي فريق معاه بيلعب بافضل مستوى ما يمكن، لان دي بتعتبر بطوله خاصه طبعًا بالنسبه للفريق اللي بيواجه. انما يعني مثلا شوف انا دلوقتي الصديق مع خورشيد اللي كان جول بتاع، شوف بشوفه يعني وبتكلمني دايما، هو بيكلمني من الحراس المشهورين بشوفه وكان حارس يعني عادل هيك يعني تقريبا يوميا انا بكلمه او بروح له او بتاع ده يعني علاقتي مع الجيل اللي كنت انا اللاعبين لسه الصداقات. طيب المنتخبات العربيه في كاس العالم، مصر تحدثنا في وقت سابق من الحوار عن منتخب مصر في مشاركات عربيه ايضا في كاس العالم للمغرب وتونس والسعوديه، شايف حضرتك ازاي فرص الكره العربيه والمنتخبات العربيه المشاركه في كاس العالم؟ يعني اعتقد انه الفرق اللي ذكرتها كلها لا تعطي، وبما فيها الفرقة مصر يعني لا تعطي الانطباع بأنها فرق فوز في الأوائل، يعني إذا وصلوا على المرحلة الثانية يكون كويس. يعني تتوقع لهم تخطي الدور الأول؟ أعتقد أنه في جزء كبير من الفرق العربية اللي راحت على موسكو من الدور الأول هيطلعوا تخرج مع دول تانية يعني. كلمة أخيرة، ماذا تحب أن تقول لجمهور النادي الأهلي بعد ما الكل طبعا مدرك لقيمة نجوم وأساطير النادي الأهلي، وأعتقد كانت لحظة مؤثرة جدا التكريم لأساطير الأهلي ومنهم الكابتن مروان كنفاني، تأثرت بهذا التكريم؟ سعيد طبعا لما صار الاحتفال وشفت العظمة، بس أنا ما كنتش عارف. أنا كلمني الأستاذ محمد مرجان قال لي إنه بكرة عاملين إحنا مؤتمر صحفي وعاوزينك يعني فلما رحت لقيت انبسطت جدا. فأكيد بالنسبة لك كانت لحظة مؤثرة، النادي الأهلي بيتذكر عطاء نجومه وأبنائه وبيحتفي بيهم وبتاريخهم طبعًا. وأنا زي ما قلت لك مدين للشعب المصري وللجمهور المصري والنادي الأهلي في كل الحب والود اللي بحسه حتى وانا ماشي في الشارع. احنا سعداء جدا بوجودك معنا النهارده في هذه الحلقه من حلقات الاهلي يحاور، واسعدتنا جدا بالحوار ده كابتن مروان، ان شاء الله يتكرر الحوار وتكون ضيفنا ونشرف بيك سواء داخل بيتك في النادي الاهلي او في بيتك ايضا في مقر قناه النادي الاهلي. سعداء جدا بوجود حضرتك معنا وبشكرك جدا في نهايه هذا انا الحوار. اشكرك على أداء رائع. ربنا يخليك يا كابتن مروان، ربنا يخليك. مشاهدينا بنشكر حضراتكم على المتابعة، دي كانت نهاية هذا الحوار ونهاية هذه الحلقة من حلقات الأهلي يحاور مع واحد من أساطير النادي الأهلي، نجم الكرة المصرية والنادي الأهلي سابقا والمستشار السياسي أيضا سابقا للرئيس الراحل ياسر عرفات، نجمنا الكابتن مروان كنفاني. بشكر حضراتكم على المتابعة وإلى اللقاء.